سابق سنك والله هداه والحق دينه مبدأه ومنتهى والأن ظل الموت متابع خطاه صدق اللي قال ابن موت بيعشق الدنيا موت صدق اللي قال ابن موت بيعشق الدنيا موت ومواجهته للموت تزيده حياة يا جدع الحق فوق القوة ياهل العقول وبقوة الحق أهل الخير يسووا البدع يا صاحب الحق اسعى ورا وطالب وقول كسر تابوت السموم صدق اللي قال ابن حياة ماهو ابن موت من صبا خير يا ولدي موضوع ايه اللي مش عارف تكلمني فيه في البيت انجي انا واقف مشكله كبيره قوي حاولت احلها لكن فشلت مشكلة ايه دي؟ انت عارفة ان انا في الكام سنة اللي فاتوا اتوسعت في شغلي بزيادة وفتحت فروع كتير واخدت قرض من البنك الضمان لما ما قدرتش اسدد البنك هددني ان هو هيحجز على كل ممتلكاتي وديت فلوسك فين يا وقتي؟ فلوس ايه يا انجي؟ انت اللي بتسألي السؤال ده؟ انت نسيت انا اشتريت لك ايه؟ يا سلام هو ده بقى اللي عملك مشكلة؟ يو يا انجي انا مش قصدي يا حبيبتي حبيبتي انا لو قلت لك الدنيا كلها مش خساره فيكي انا بتكلم بخصوص الخمسة مليون جنيه اللي اديتهم لك واحنا في باريس اللي جبت بيهم توكيلات ادوات التجميل يعني لو ممكن ترجعهم لي دول ممكن يحلوا لي جزء من الازمه انا اسف والله بس انا لولا الظرف اللي انا فيه انا ما كنتش هطلبهم للاسف يا وقتي انا ما عنديش كل فلوسي في السوق طب الفيلا يا انجي الفيلا اللي انا جبتها لك يوم ما اتجوزنا احنا مش محتاجين لها دلوقتي ممكن تبيعيها وتديني فلوسها لو كنت جيت لي من شهر كان ممكن اشمعنى؟ اصلي بصراحه اتزنقت في شويه فلوس عشان اشتري بضاعه قمت بعتها بعتي ايه يا انجي؟ بعتي فيلتنا؟ بيتنا اللي هنعيش فيه؟ انا لما وافقت ان احنا نعيش في فيلا والدك ده وضع مؤقت أنا كتبت لك الفيلا باسمك مش معنى كده إن أنت تتصرفي فيها من غير ما ترجعيني. جرى إيه يا ولدي؟ هي أزمتك دي هتخليك تلخبط في الكلام؟ إنجي من فضلك أنا في أزمة بجد. أنا لو ما طلعتش من الأزمة دي هيتخرب بيتي، فاهمة يعني يتخرب بيتي؟ للأسف يا حبيبي. مفيش بقيتي حاجة أقدر أعملها لك. يا خلود. تعالى يا شريف. طمني عملت ايه في موضوع حشمت بيه رئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه للاسمنت ازيك يا شريف وحط حاولت يا سيدي اقنعه يرفع سعر الاسمنت عشان ارفع انا كمان اسعاري ما وافقش ما هي شركه حكوميه
وحشمت بيه ده طول عمره راجل وطني من بتوع الخبز اولا وطبقات الشعب الكادحه والكلام الفاضي ده. انا كنت متخيل النوع ده من الناس الهبل انقرضوا من زمان، لكن واضح ان هم لسه عايشين وبيكافحوا لاخر لحظه. مش ليه سكه خالص، مش عارف اعمل معاه ايه. انت عارف الراجل ده لو رضي يرفع سعر الاسمنت في الطن الواحد 50 جنيه بس، انت عارف انا هكسب كام في السنه فرق سعر بس؟ تعال يا جلال. ها طمني، عملت ايه؟ اخبار مش كويسه يا خالتي. ليه؟ اداره البورصه اتاكدت ان في تلاعب في الكام سهم اللي اشتغلنا عليهم الفتره اللي فاتت، وقررت الغاء العمليات اللي تمت عليه. مالك يا راجل؟ شايفك بتاكل يعني. ما عادش ليا نفس لاي حاجه يا خالد. انجي ارجوك تساعديني وتقفي جنبي. البنك هيحجز على كل اللي عندي. كل مراكز التجميل اللي عندي هتتباع في المزاد، لازم اسدد خلال شهر. انجي انا كل اللي محتاج له 10 مليون جنيه بس وبشكل مؤقت. وجدي مش هنخلص بقى من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تقول حاجه يا خالد. اقول ايه بس؟ والله يا وجدي حقيقي يعني انا لو معايا سيوله مش هتاخر عنك، بس للاسف مفيش. ولا شقه عارفه ابيعها في البرج لغايه دلوقتي، كان على عيني. يعني ايه؟ هتسيبوني اغرق؟ لا اشوف لكم حل. طب بص يا وجدي انا عندي حل. ايه هو؟ انا مستعده اسدد لك كل ديونك وادفع لك ال 10 مليون جنيه كلهم، بس بشرط واحد. شرط؟ شرط ايه؟ انك تكتب لي نص مراكز التجميل بتاعتك. انت عارفه دول تمنهم كام؟ ما افتكرش انك في موقف يحتمل الفصال. يعني انت معاكي الفلوس اللي تحل لي ازمتي وبتساوميني يا انجي؟ انا اللي عندي قلت. استني هنا، انت رايحه فين؟ انت ما عندكيش لا ذنب ولا ضمير، خلي عندك راحه يا شيخه. احترم نفسك يا وقت. ما تحاسب يا جدع انت على كلامك، انا ما حدش يكلم بنتي كده. بنتك 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 يا هاني نتفت ريشي مليون ورا التاني لما شطبت على اللي عندي كله. واحنا في شهر العسل استلفت 5 مليون جنيه من غير ورقه. مش معقول هاخد ورقه على مراتي حبيبتي؟ كنت فاكر انه هيضمر فيها، لكن ظهرت على حقيقتها، غش وخداع ونفاق. مش معقول يا وجدي، الكلام ما يبقاش كده يا راجل، ده انت سديت نفسي. لم لسانك الله لا يسيئك، بدل ما اضطر انا لمه لك. بص يا وجدي اديك عرفت اللي فيها. حكاية حبي وحبك والكلام اللي ملوش تمن ده تنساه. تصدقي ان انتي سافلة وحقيرة؟ اخلص! بتضربيني يا انجي؟ انتي طالق! بره! انت بره! مبروك يا خالد. الله يبارك في سعادتك يا فندم. ما هو كله بفضل سعادتك. خلاص الحكومة قررت إنها تبيع مصنع الإسمنت التاني في الخصخصة الجاية. فعلاً يا فندم؟ أنا مستعد أشتريه. طيب مش محتاج لسيولة أو قرض؟ الكلام ده كان زمان سعادتك. دلوقتي أنا فلوسي جاهزة والبركة فيك. طب وفلوسي أنا؟ أمضي العقد وفلوسك توصلك لغاية عندك زي كل مرة. أوكي. هصدقك. على فكرة أنا نظريتي فيك ما خيبتش. بس أنا كنت عايز ساعدتك في موضوع تاني. عارفه. موضوع الأرض اللي جنب الأرض بتاعتك، بتاعة المنتجع السياحي اللي فيه القصور والفيلات اللي في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، مش كده؟ مظبوط ساعدتك. أنا محتاج الألف فدان دول. أنا عايز أعمل توسعات للمشروع. عايز ابني المنطقة دي كلها قصور. اهو ده المشروع اللي مش ممكن يتعوض يا فندم. ايوه بس الارض دي حاطط ايده عليها مستثمر تقيل قوي ومن زمان. حاطط ايده يعني مش مشتريها، يعني مش رسمي. لا 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 انا بصراحة كده مش هقدر اعمل لك حاجة في الموضوع ده. المستثمر ده
في ناس مهمين كتير قوي واقفين في ظهره. يعني ايه سعادتك؟ يعني مفيش اي سكة بالقانون؟ لا مفيش. لكن ايوه انا عايز لكن دي. في قانون تاني ممكن تاخد بيه الارض. قانون تاني؟ قانون ايه ده؟ بقى انا اللي هقول لك يا سيادة النائب. ده انت ممكن تفضحه قدام الدنيا كلها. يعني كم استجواب كده في المجلس عن اراضي الدولة اللي بتتنهب، والناس اللي بتحط ايدها على اراضي الدولة بدون وجه حق، خصوصا ان الارض دي مخصصة لمشاريع الشباب. بس افرض الراجل ده عرضوا انه يشتري الارض بعد كده. لا، ما هو انت بقى قبل كده هتكون ضربت ضربتك بس بالقانون التاني اللي بالي بالك. كمال، انا عايز اقولك على حاجة مهمة. تعالي يا روح، تعالي، كل الحاجات المهمة تعالي قوليها هنا. كمال بور فافوري. شوف يا روح، كونك مدير الشركة ده صحيح، وكنا احنا في ساعات العمل الرسمية ده صحيح برضو، بس انا جوزك ومن حق ابوس واعمل اي حاجة انا عايزها برضو صح. الله، بلاش هزار يا اخي، بجد الموضوع مهم. طيب قولي ما بليسما، قولي. بص، بالصدفة لويجي مدير الحسابات كان سايب اللابتوب بتاعه مفتوح، لقيت مبلغ كبير مصروف من ايرادات الشركة ومفيش حاجة قصاده. هو انت واثق في لويجي ده؟ طيب حياتي، روح انت مكتبك وانا اتصرف. اوكي. ماري، انا بقى عايز اقولك حاجة مهمة جدا. قول. تعالي لي يا لويجي. سيسنوري، ايه المبلغ اللي شافته ماريا على اللابتوب وانت سايبه مفتوح ومفيش قدامه جهه صرف؟ ده المبلغ اللي بندفعه لسلفاتوري، وطبعا انا مش هكتب قدامه حاجه. طب ما تبقاش سيب اللابتوب بتاعك مفتوح حتى قدام مراتي. سكوزا سينيوري كمال، انا بس انا مش عايز اعذار، تسمع اللي بقول عليه وخلاص. كابيتو. كابيتو سينيوري. اتفضل. معقول يا مندور هتتخلى عني وتسيبني اتحبس بعد كل اللي انا عملته علشانك؟ وانا اعمل لك ايه؟ ما انت اللي عملت في نفسك كده. الو. ايوه حماده، ازيك يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي، في ايه؟ ان بابا وماما بيتخانقوا علشان ماما عليها ديون، وبابا هيحبسوها وبابا مش راضي يدفع لها حاجه. هيحبسوا سعاد؟ انا ماليش دعوه، اللي يشيل قربة مخرومه تخر على دماغه. يا دنيا واطي، بتتخلى عني؟ عايز اتسجن لوحدي؟ انت هتفضل لحد امتى مش راجل كده؟ تحوش عني المجنونه دي يا جدعان، دي هتخلوني. انت ايه؟ حرام عليك، مش هتبطلوا الا لما تجيبوا اجلي. اروح فين واجيب منين بس يا رب؟ انا رسمي بس يا سعاد. اهدي، تعالي اقعدي اقعدي اهدي، استهدي بالله يا بنتي. انا خلاص خلاص هضيع هضيع يا مروه.
يا حبيبتي انا بس عايزه اقول لك حاجه، انا لو كان بايدي اي حاجه ما كنتش اتاخرت. انت عارفه مرتبي يا دوب على قد مصاريف البيت. يا بل الدنيا دقت كده لي علينا وبقت اضيق من خرم الابره. يا رب يا رب خدي من الدنيا وريحني يا رب. حبيبتي بعد الشر عليك يا ماما. تعالي يا حبيبتي تعالي. انا هتسجن، هتسجن يا امي، هترمي في السجن. اهدي يا بنتي، ان شاء الله ربنا هيفرجها. هيفرجها منين بس؟ هيفرجها منين بس؟ الو الو يا أرقص العمر كله مع رامي حبيبي، مش كده؟ طبعا يا حياتي. قصة حبه ما حصلتش بقى. وأكتر من كده كمان. أنا هصلح الميك اب بتاعي 5 دقايق بس في الحمام، أوكي؟ اتفضلي يا رامي اتفضلي. لا، بقول لك إيه؟ هتوحشني 5 دقايق دول، وأوعى عينك تزورها واحدة كده ولا كده؟ خليك بقى واحدة. أنا بتاع الكلام ده؟ أوكي، هنبدأ. حبيبي ازيك عامل ايه؟ انا نسيت حاجه في العربيه فهختار التعبير. اوكي تحبي اوصلك؟ ده انت جونتي كمان. اوكي مفيش مشكله. بقولك ايه، انا مبقتش فاهم حاجه بصراحه. انا كنت عايزه اتكلم معاك على انفراد من غير ما سودي ورانيا ياخدوا بالهم، عشان كده
اخدت نمرتك من على موبايل سوزي من غير ما تحس وبعت لك. كلام حلو بس انا مش فاهم برضه. انا عايزاك في شغل معايا. اشتغل معاكي؟ اشتغل ايه؟ عايزاك تعمل لي مجموعه اعلانات لشركتي. ايوه انا تحت امرك بس ما طلبتيش مني ليه الطلب ده جوه؟ يعني مش عايزه سوزي تفهم غلط. وده يا سيدي عربون للشغل الجديد اللي موجود. بس ده مبلغ كبير قوي. مش كتير عليك. ماشي يلا بقى نخش جوه قبل ما سوزي تاخد بالها وتطلع وتخليك بعين واحده. يلا. عايزك ترجع مصر يا سالم. ارجع مصر؟ مش عايز؟ لا ده انا اتمنى طبعا يا جابر. انت بنفسك قلتها، مصر دي مهما اتغربت عنها هتفضل جواك. يعني انا لما ارجع هبقى زي السمكه اللي رجعت لميتها. حلو. شوف يا سيدي، هنفتح شركه ليها فرع في مصر انت بتديره وفرعها التاني في ايطاليا انا بديره، وهحول لك نصيبك في حسابك في مصر اول ما توصل. ايه رايك؟ دي عايزه كلام يا جابر. اكيد موافق، بس ليه كل ده؟ يعني انت اكيد في دماغك حاجه. صح، في حاجات يا سالم عايز اعملها في مصر ما اقدرش انا اعملها بنفسي. الحاجات دي هتريحني قوي، وانت الوحيد اللي اثق فيه انه يعملها لي. امورني يا جابر، عناية ليك. تسلم عينيك يا سالم. اتفضل. شكريا يا فندم. اهلا اهلا. اهلا خالد باشا. اهلا سعد النائب. ازيك يا حمود؟ ازيك يا باشا. صراحة باشا انا يعني لما عرفت ان معاليك بتسأل عني وعايز تقابلني وكده فرحت قوي وقلت اكيد خير ان شاء الله. اقعد يا حمودة. شكرينا باشا. الحقيقة يا حمودة انا سمحت لنفسي اني اعرف عنك شوية معلومات. مبروك خروجك من السجن. خروجي من السجن؟ هو معاليك يعني مهتم بميعاد خروجي من السجن ليه يا باشا؟ ابدا مش عايزك تدخله تاني يا حمودة. لا يا باشا، حد الله بيننا وبين السجن حديد وبعيد. ليه؟ انت مش رجعت لشغلانة ترجيع الحقوق؟ بأمرت آخر عملية مع مفيد الشرباتلي. انت مش حرقت له البيت بتاعه كله؟ انت كنت هتنوص نص السكان يا راجل، لو ربنا ستر. لو مؤاخذة خالد باشا، يعني هو معاليك عرفت الحاجات دي ازاي؟ أصلاً أنا شكيت في الحكاية كلها، فاتصلت بمفيد بيه وهو دلني عليك. بس ما تخافش، سرك في بير. سر في بير؟ ما تقول من الاخر يا خالد باشا، يعني معاليك عايز مني ايه بالظبط؟ انا بصراحه يا حموده عايزك تبطل الشغل الصغير، عايزك بقى تشتغل شغل كبير، شغل تقيل يليق بمؤهلاتك. مؤهلاتي؟ هو معاليك عايز توظفني يعني في خدمه العملاء؟ حلو حلو. خدمة العملاء دي هي حاجة زي كده يعني، برضو خاصة بالعملاء بس بشكل تاني. شوف يا حمودة، انت الخمس سنين وشوية اللي قعدتهم في السجن خلوك تكتسب خبرة كبيرة، ده غير ان انت قلبك جامد وتفوت في الحديد، وانا محتاج واحد زيك. يعني معاليك عايز مني شغلانة مصلحة؟ يعني عايز نشتغل مع معاليك مصلحة يا حمودة؟ مش هتأكلك الشهد، لا هتأكلك المارون جلاسي. السيمون في مين؟ أيوة يا باشا عارف السيمون في مين، دي المطربة. حلوة والله، دمك طلع خفيف يا حمودة. المصلحة دي يا حمودة أنا هديلك فيها نص مليون جنيه، مش الملايين اللي بتاخدهم من مفيد الشرباتلي. أيوة مرسى أبو العباس، نص مليون جنيه يا باشا؟ معاليك بتتكلم جد يا خالد بيه؟ أنا ما بهزرش في الشغل يا حمودة. ثانية واحدة. امسك يا حمودة. دول عربون. ربط كلام.
100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ هساعدك هناك يا حمو. انا ليا شرط واحد بس، مفيش بني ادم يعرف اللي بيني وبينك. يا باشا انا نسيت انني قابلت معاليك دلوقتي، وبعدين 500,000 جنيه يا خالد بيه ده نعملوا لك نوت قتلة ونمشوا في الظبط بتاعها. انا مش عايز نوى يا حمودة، انا عايز واحد بس. نقرا عليه الفاتحة من دلوقتي يا باشا. هتوحشني يا غالي. ما تخافش يا جابر، انت هتلاقيني كل كام شهر بطب عليك وكده على ميلانو عشان نعيش حب من ايامنا الحلوة. ها المهم تخلي بالك من نفسك يا سالم، وتبلغني بالاخبار اول باول يا غالي زي ما اتفقنا. هيحصل يا جابر. يلا بينا عشان ما يتاخرش على طيارته. وتسلم لي على كل حته في اسكندريه يا غالي. انا مش فاهم ادام وحشك اسكندريه كده، ما تسافر انت يا اخي. يا سيدي اما يثبت براءته الاول. براءته؟ يلا طنطاو يلا، لما ترجع بفهمك. يلا توصل بالسلامه يا سالم. سلام يا جابر. زي ما قلت لك. زي ما يحصل وزي ما تيجي تيجي. ادي حكايتي يا سيدي. ياه يا جابر كمال. يا كمال ده انت حكايتك دي ولا في الافلام؟ مصدق ان انا بريء عبد؟ معقوله بتقول لي كده برضه يا كمال؟ ده انا من قبل ما اعاشرك واعرفك على حقيقتك قلت انك ابن بلد وجدع وشهم وما تطلعش منك العيبه. لكن انت ازاي تستحمل بعدك عن ابنك؟ ولو استحملت اللي فات هتستحمل اللي جاي ازاي؟ والله ما انا عارف يا عبد، ده الواد وحشني قوي. انا ما عنديش حتى صوره ليه. انا شفت الواد ده وهو عمره يوم واحد، دلوقتي بقى عنده 5 سنين. معلش اهو ربنا عوضك ببنتك برضه، وانا واثق ان كل حاجه هتتغير في يوم من الايام، وبراءتك هتظهر في مصر وهترجع لاهلك وابنك. انا خايف اليوم ده ما يجيش يا عبد. يا عم خلي ايمانك بربنا كبير ونعم بالله. طب انت ليه ما اتصلتش بوالدتك واختك وقلت لهم انك لسه عايش وطلبت منهم يكتموا السر؟ اقول لهم ايه؟ افضل اميت في نظرهم لحد ما اثبت براءتي. طب انت طلبت من سالم ايه تاني يعمله في اسكندريه غير حكايه الشركه دي؟ هو انت تموت لو ما عرفتش كل حاجه؟ اه. طب موت بقى. هعرف برضه. ها ايه رايك في الشركه عن صوم جاهد؟ الف الف مبروك يا استاذ سالم، ان شاء الله تكون ادب السعد عليك. ان شاء الله. كلها كام يوم كده والاوراق الرسميه تخلص والسجل التجاري واقدر ان شاء الله ابتدي نشاطاتي على طول. بص يا سيدي انا ناوي اشتغل في الاستيراد والتصدير بين مصر وميلانو وشويه نشاطات كده بس حبه حبه يعني. ايوه بس يعني ما تاخذنيش. انا اشتغل ايه مع حضرتك؟ اي حاجة عم جاهد، انت مش انت طلعت معاش؟ تبقى معايا وخلاص. وبعد كده انا هقول ان انت كنت راجل قوي وجدع قوي مع جابر الله يرحمه. الله يرحمه كان شهم وجدع جدا، كان زينة الشباب بصراحة. ما شفتش حد في رجولته. تعيش وتفتكر يا عم جاهد. اللي قولي هو ايه اخبار قضيته دلوقتي؟ قضية جابر؟ اه ما حفظوها بعد ما توفى الله يرحمه، والناس نسيوا ونسيوا حكايته. عارف يا سالم بيه؟ على قد الاتهامات اللي اتهموها له دي كلها، لكن انا لحد اخر يوم في عمري عمري ما هصدق حاجه من اللي اتقالت دي ابدا. حضرتك صاحب جابر وناجي؟ هما ليه؟ جابر الله يرحمه ده كان صاحبي وحبيبي، وهو اللي عرفني على ناجي، بس بعديها بكام سنه كده انا سافرت ايطاليا ويا دوب لسه راجع من قريب. ايوه بس انا
جابر عمري ما جاب لي سيرتك ولا حتى ناجي. ما هو في الكام سنة الأخرانية احنا افترقنا وقبل ما يحصل لهم اللي حصل طبعا، ويعني جايز ما جاتش مناسبة يحكولك عني. ده ابن جابر ده مش كده؟ ايوه يا اخوي. ناجي تعال يا ناجي، تعال تعال سلم على عمك سالم. ازيك يا ناجي؟ ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله، ابنك كبر يا ليلى، بقى شبه ابو الخلق الناطق. نورتنا يا ابني وكتر خيرك انك جيت تسال علينا. ده واجب عليا يا حاج، انا خلاص رجعت من ايطاليا ونويت استقر هنا في اسكندريه وفتحت الشركه بتاعتي، وان شاء الله قريب قوي هبتدي نشاطها. ربنا يا ابني يكرمك ويزيدك كمان وكمان ان شاء الله. بس انا عاوز بقى ليلى تيجي تشتغل معايا في الشركه دي. انا اشتغل مع حضرتك؟ انا كوافيره. عادي تبقى سكرتيره. لا انا حضرتك ما بعرفش في الموضوع ده. مش مشكله تتعلمي، خدي يا ستي دروس كمبيوتر، دورات سكرتاريه بعد الظهر في اي معهد، وانا هتحمل التكاليف كلها. حضرتك مش فاهم اقصد ايه، انا ما بفهمش في الحاجات دي. اللي ما يفهمش يتعلم. جرى ايه يا ليلى؟ وهتبقى شغلانه مضمونه، ترجعي اخر النهار تشوفي ابنك وطلباته. انا خلاص ما بقاش فيا صحه خلاص يا ماما، مش وقته الكلام ده. ما قلتلناش يا استاذ سالم هتديها مرتب كام في الشهر، وخلي بالك دي بتكسب قد كده من الكوافير. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ معقوله كده؟ وحياتك انا مش عايز اي حساسيه يا ليلى، انا خلاص بقيت بعتبر نفسي مش غريب عنكم، وجابر وناجي الله يرحمهم ليهم افضل كتير عليا. انا جاي النهارده علشان يبقى احنا. جاي النهارده عشان ايه؟ عايز تشغلني شفقه ولا بترد لهم الجميل؟ العفو مش القصد يا ليلى. مش كده يا بنتي، الكلام بالهداوه. ثم انه كتر خيره الاستاذ سالم انه بيقول ان انت اولى من الغريب وعاوز يشغلك معاه، فيها ايه دي يعني؟ بالظبط كده. وبصراحه انا غايب عن مصر سنين كتير ومحتاج سكرتيره مخلصه يبقى قلبها على شغلي ومصلحتي. انا بصراحه مش هلاقي اي حد اتمنه على شغلي اكتر منك يا ليلى. ايوه بس انت مش فاهم كلامي. يبقى على بركه الله، انا كده هستناكي بكره في الشركه، وادي كارت بالعنوان اهو. طبعا انت حافظه اسكندريه. بس ما قلتش يا استاذ سالم هي هتاخد كام في الشهر؟ يعني نقول مبدئيا 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ده طبعا غير الحوافز والمكافآت، وقدام لما الشغل يزيد وخبرتك تزيد المرتب هيزيد. يا الف نهار ابيض، ده انت يا ابني ربنا بعتك لينا من السما. بس انا ليه طلب صغير. اتفضل. ممكن اخد صوره لناجي؟ صوره لناجي ليه؟ يعني عشان عاوز يبقى معايا الصوره لابن صاحبي وحبيب الله يرحمه، حاجه من ريحته كده. من عينيا يا ابني، حالا اجيب لك صوره. منور يا ناجي. شكرا. تحس انه باصص بس تعرف يا جابر شبهك بالظبط، واكيد طالع لك في كل حاجه كمان. انا لما تخيلته تخيلته كده. طب الحمد لله. ايه ده بقى؟ خلاص انا تخيلته وطلع زي ما تخيلته بالظبط. بس تعرف فكره ان سالم يشغل ليلى طليقتك معاه في اسكندريه دي فكره هايله كده. الصله هتفضل موجوده بينك وبينها وبين ابنك، وهتعرف اخبارهم وتطمن عليهم على طول. انا مهما قلت لك انا فرحانه قد ايه اللي شايف صوره الواد ده، مش هتصدق. ياه كل ده من صوره ابنك؟ أما لو شفته بحق وحقيقي وخدته في حضنك هتعمل إيه؟ ربنا يسمع منك يا عبده، ربنا يسمع منك واخده في حضني. ده الواد وحشني بشكل. كده بقى اي قاضي يتجرأ ويصدر اي حكم ضدنا يبقى عارف ان ده مصيره. كده فاضل بقى جابر
وبنت اخت الجنرال انطونيو. لا 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 لا، الحكايه كده طولت على الاخر. انا عايزك تفضل وراهم لحد ما تلاقيهم، ساعتها بقى هيتمنوا انهم ما يكونوش اتولدوا. تشاو. يا رب اكون عجبتك. برافو عليك يا رامي، ظني فيك كان في محله، عشان كده ليك مكافأة عندي، مفاتيح عربية جديدة لانج مستنياك على باب الاستوديو. العربية دي ليا فعلا؟ انت تستاهلها. ثانك يو انجي، انا مش عارفة اقولك ايه. ميرسي. رامي رامي، ممكن اعرف ايه حكايتك؟ ما بتردش لي على تليفوناتي ولا على الرسائل، في ايه؟ مشغول يا سوسي غصب عنه، اديكي جيتي على غفله اهو، وشفتي قد ايه هو مشغول. يا حرام، وما لقيتيش غير رامي تعملوا لي تلات اعلانات مره واحده؟ بقى بدل ما تشكري انجي يا سوزي. الحق عليا، عايزاه يشتغل ويعمل فلوس عشان يقصر المسافات وتتجوزوا بسرعه. ما تقول حاجه يا رامي. خلاص بقى يا سوزي، خلاص كبري دماغك. اكبر دماغي؟ طيب يا رامي، انا مستنياك بره، ويا ريت ما تتاخرش عليا. اوكي، عن اذنك، باي. بقول لك ايه رامي، هنتقابل بالليل في نفس المكان نسهر سوا، صح؟ اوكي، انا مش هتاخر عليكي. ها، ايه هيعطلنا ولا ايه؟ استنوه بقى لما يخلص مع الهانم. إنني من تحت قبة مجلس الشعب الذي أتشرف بعضويته، ممثلاً عن الأمة ومتحدثاً بصوتها، إنني من تحت هذا المنبر أتساءل كيف تصبح أراضي الدولة نهباً لعصابات منظمة؟ كيف تصبح أراضي الدولة نهباً لبعض ممن يدعون أنهم رجال أعمال فيضعون يدهم عليها ويسرقونها نهاراً جهاراً ليتحولوا إلى سارقي لأراضي الدولة التي هي أصلاً ملك للشعب كله؟ إنني أتقدم لكم يا سيادة الرئيس بأسماء لصوص أراضي الدولة، وخاصة في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. هؤلاء اللصوص الذين يعتبرون أنفسهم من الكبار، والذين تربطهم علاقات وطيدة بمسؤولين في الدولة. إنني أتقدم بهذه الأسماء. أنا يا ابني مش قلت لك ما تتصلش في الرقم ده تاني؟ إيه يا حمودة الأخبار، مالك؟ طيب ماشي، يعني أنت جاهز النهاردة؟ خلاص على بركة الله، يلا سلام. الاستجواب ده بكره الصبح هيبقى منشطه صفحه اولى في كل الجرايد. بس المهم بقى ان الاجهزه المعنيه تتدخل وتزيل الاشغالات بتاعت الناس اللي حاطين ايديهم على ارض الدوله دول. ايوه، وخصوصا اللي في الطريق الصحراوي، ولو عايز الاخص قوي 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 يبقى الارض اللي جنب الارض بتاعتك على طول. وبعدين بقى ما تخافش يا صاحبي، انا لا ارى لا اسمع، ما بتكلمش خالص. تعجبني بناشد الحكومه الرشيده انها تنظر بعين العطف للجمعيات الزراعيه وشؤون الفلاحين، لانها ما بتهتمش بيهم ابدا. وانا معايا شكاوي يامه، ارجو ان الحكومه تنظر ليه. بذمتك ده ينفع عضو في البرلمان ده؟ ايه المنظر ده؟ الله العظيم.
الله. خير يا عمي بيه؟ عملت ايه في النيابه؟ ابدا. اصلا الاستدعاء اللي جالي من النيابه ده ملوش اي صفه قانونيه. سعادتك عارف ان اي تحقيق يحصل معايا لازم يكون من خلال مخاطبه المجلس ورفع حصانه عني. طبعا ده ما حصلش. ما انا قلت لك ما تروحش. ما انا سعادتك حبيت اثبت حاله. حبيت اقول في النيابه إن الاتهامات اللي اتهمني بيها الراجل اللي كان حاطط على الأرض ده يعني بإني ورا اللي حصل للرجالة في الأرض والقتيل اللي اتقتل ده كل دي اتهامات كيدية وإن أنا معرفش أي حاجة عن البلطجية اللي عملوا كده. أنا قلت الكلام ده في النيابة وحافظ التحقيق. المهم لازم العيال اللي عملوا العملة دي وقتلوا الغفير ما يظهروش والا هيعملوا لك مشكله كبيره جدا. اطمن سعادتك خالص من الموضوع ده. انا تلميذك وعملت بمشورتك. انا قلت اضرب على الحديد وهو سخن. بعد الاستجواب اللي انا عملته في المجلس تيجي بقى حكايه القتيل عشان تتحرك كل الاجهزه المعنيه المسؤوله عن قضايا الدوله. والكبار بقى اللي كان بيتحامى فيهم صاحبنا اللي كان حاطط ايده على الارض ده يخافوا يقربوا الموضوع ان يبقى فيها قتيل. على فكره انت لك عندي خبر حلو قوي. الاخبار الحلوه دايما بتيجي من سعادتك يا عزمي بيه. من شويه في حمله قامت لازاله الاشغالات اللي على اراضي الدوله ومنها الارض بتاعت صاحبنا اللي كان حاطط ايده عليها. يعني دلوقتي الارض دي بقت نظيفه وزي الفل وكله بالقانون. ما هو القانون لازم ياخد مجراه والدوله لازم تثبت هيبتها. انا كده بقى اقدر احط ايدي على الارض وانا مطمن وبالقانون يا باشا. طبعا بالقانون هو احنا حلتنا غيره. دي اوراق شحنه الفاكهه والنباتات الطبيه والهتريه اللي طالعه ايطاليا بكره الصبح. هايل. كمان كنت بتقولي لي مش هعرف اشتغل سكرتيره. يا فندم انا كل اللي عملته انا واثق ان انت هتبقي سكرتيره ممتازه. اقعدي يا ليلى عايز اتكلم معاك شويه. ها قولي لي ابنك عامل ايه؟ كويس الحمد لله. كلها كام شهر وهيدخل المدرسه ان شاء الله. ان شاء الله. ووالده جابر عامله ايه؟ واخواته البنات ايه اخبارهم؟ عايشين. انت عارف المشاكل ما بتسيبش البني ادم في حاله. هي مشكله بس سعاد عندها ديون قد كده وانا مش عارفه ازاي هتسددها. يلا الله يسامحها بقى في اللي عملته معايا. انا بفكر اساعدهم يا ليلى. تساعدهم ازاي؟ بفكر اشغل سعاد معانا هنا في الشركه وتاخد مرتب كويس. سعاد لا. ليه ليلى؟ لو سمحت لو سعاد جه تشتغل في الشركه اعتبرني مستقل. طب اهدي بس. تعالي تعالي اقعدي واسمعيني واهدي. اهدي اقعدي. انت هتبقي راضيه ومرتاحه لو سعاد اتسجنت؟ لا مش هبقى راضيه. بس ما هي حاولت تسجني ولهفت مني المحل الكوافير وخربته واتقفل. معلش يا ستي المسامح كريم والبني ادم بيعمل خير ويمين بحر. وبعد كده انا لو ساعدت سعاد هبقى بساعد ام جابر كمان واخته وانت اكيد تكوني عايزه لهم الخير. عايز تساعدهم شغل مروه. مروه مهندسه تشتغل معانا ايه هنا؟ وبعد كده مروه بتشتغل اساسا. ليلى اوعدك ان سعاد لو اشتغلت هنا شغلها هيبقى في حته وانت في حته ومش هيبقى في اي مشاكل بينكم انتوا الاثنين. وبعد كده يا ستي وافقي وافقي اكراما لجابر الله يرحمه. ده مهما كان برضه ابو ابنك وما رضيكيش ان عيلته كلها تتبهدل البهدله دي. انا عارف ان انت جدعه وبنت بلد. ها قلتيها يا ليلى.
الخلق لاصحابه يحرم عليه.